جسمك لبست الحرير وما ستر إلا جزء من تلج ملفت للنظر. سألت الألم تا يرسمك مني اعتذر عن رسمك وقال لي أنا برسم شجر، برسم غيوم الجو ودموع المطر، وآخر طموحي مواهبي ارسم قمر، لكن اعذرني ما عطاني ربنا ارسم ملاكي نازل بصورة بشر. استاذ موسى، هنالك من يقول انه الزجل هو الشعر اللبناني، او الشعر اللبناني يعني اساسه زجل، وهنالك من يقول انه الامرين مختلفين تماما. شو رايك؟ مختلفين ابدا. اول شيء حط عندك انه ما في اغنيه تغنت بلبنان ما هي زجل، وانا اتحدى اي مطرب بلبنان بيجيب لنا اغنيه ويقول لي هي مش زجل. هي اولا تجزيء الشعر، الشعر اللبناني اللي شغل على الزاويه الثانيه، وانا كلهم اصدقائي واصحابي واحترمهم، وانا اوقات بكتب بهالطريقه هاي اللي بكتبوا فيها هني، بس نحن على المنبر مجبرين بالايقاعات وبالاوزان، هني مش مجبرين يعني. بس بدك تعتبر انه الزجل هو الاب الاساسي والولاد الباقيين طلعوا كلهم منه، الشعر اللبناني والاغاني والاشياء كلها. نعم. له هذا الشعر اللبناني منه. عندي شعور انه اهل الادب الكلاسيكي والشعر الكلاسيكي بينظروا هيك نظره فوقيه الى الزجل. يصطفلوا. نحن ماشيين والشغل لنا. انا بقول لك شو، انا وقت اللي بعمل 19 حفله دئاب، بكل حفله بحضرني من الالف وطلوع بشهر واحد، ما بدي احسب عن بقيه الشهور، وبالصيف وبالشتاء وكذا، ومن برا بعدني واصل من الخليج، طلبت مني اني اكون. نعم. حفلتنا ونيكو رايحين على كندا بكره يعني. انه هالعمل يعني ما انا ما كنت لاقي شاب منهم، هو اخواننا اللي عم يكتبوا الشعر اللبناني، انا هن بحبهم وانا واقف الى جانبهم يعني، بس ما حدا بيندعم منهم على مطرح، بدهم يعملوا كتاب ما تاخذني، بيروحوا يقولوا جماعتهم كلهم سوا بيتقدروا يجيبوا 50 واحد، نحن منا ضد هالشيء هي. بس انا ماني عارف ليه هن قايمين ضدنا، ما راح فيهم علينا ما يتعذبوا. نعم. نحن جماعه ماشيين. خبرنا شو كان عندك بالخليج استاذ موسى؟ بالخليج كان عندي حفلتين، حفله بدبي وحفله بابو ظبي. قرات مكان انه اذا مات الزجل في لبنان سيموت في كل العالم، لانه منبعه الاساسي هو لبنان، بس كمان بنفس الوقت قرات مكان ثاني انه هنالك شعر مماثل في بعض مناطق فلسطين وسوريا، هل هالشيء صحيح؟ هل بيشبه الزجل اللبناني الزجل السوري والفلسطيني؟ الزجل اللبناني يا صديقي نبع من لبنان، الزجل اصلا الزجل اجى من الاندلس على ايام ابن قزمان، وفات على لبنان من 500 سنه باللغه السريانيه، وبلش بالاول فصيح وصار في اشواك والى ان تغربل الى ان وصل الى ما وصل عليه الان. هلا بفتره من الفترات كان الزجل اللبناني يغنى بفلسطين اكثر ما يغنى بلبنان. كانت فلسطين هي يعني السوق الاستهلاكي لحفلات الزجل. فلسطين انضربت هلا، الله يردها بخير وان شاء الله قريبا. نحن رجعنا اشتغلنا على خطين يعني. في الزجل السوري او الزجل اللبناني والسوري بياخذوا عنا يعني كيف بنعمل حفله، كيف نفتتح، كيف نعمل، كيف نقسم، واشتركنا مع شعراء منهم هونيك. بس بفلسطين اللي بقدر اقول لك انه هيدي البلد الفلسطينيين يعشقون الزجل اكثر من اي شعب. نعم. اتصور بتلفنوا لي انا من الارض المحتله دائما، وبيلاقوني على عمان تيعملوا لنا حفلات يحضرونا بعمان، بينزلوا بالاوتيل بالليل 100 دولار وبيدفعوا حق الكارت 100 دولار وبيهربوا من شغله وبيجوا، عرفت كيف؟ نعم. بقى الزجل بوقت الحاضر بسوريا انعمل فرقتين ثلاثه، بس ما كانوا يقدروا يوصلوا الى مثل ما قلت. نعم. اذا جف النبع في لبنان يخشى على الانهر. نعم. هو الشعر الزجلي مدون يعني كل شيء نقال بالزجل او ابرز الامور يعني الابيات والشعر مدونين او يتنقلون يعني بعضهم من شخص لشخص؟ هلا الشعر بيتغنى، واللي بيحفظ بيعجبه بيت بدونه بيحفظه عنده، انما واحد يدون كل شيء. انا متخذني عندي بس للحفلات عندي دفاتر من سنه الستين قبل ما توفى خليل روجوز بسنتين، من الستين لل 2004
هودي اذا كل دفتر بدك تعمله بيعمل كتاب لانه ضيعانهم ينتنسوا يعني أو عدا عن بقيه المناسبات المهرجانات والدعوات الخاصه وال كيف؟ نعم انا عندي كتابين ثلاثه عم بتفكر يعني تصدرهم بموسوعه او يعني يبقوا هودي ذاكره شعب يعني عملت عندي ثلاث كتب انا وعندي انا عملت الشاعر الوحيد اللي عملت ماساه شعب عن الشعب الفلسطيني وقت التهجر نعم سميتها 20 سنة وعملت كتاب قناديل الزمان، قناديل الزمان اعتبرتهم هاو الشهداء اللي تقتلوا بالحرب انه هن قناديل على الدروب مشان نبقى نقشع شو لازم نعمل نحن ورايحين، ما بقى نعمل هيك. وعملت كتاب قلم ودف وعملت كتاب انا والسهر. هلا في صدد جمع كتاب عم بعطيه شوية وقت أكثر من وقتي لأنه صار بدي أجمع هيك خبرتي ونضوجي ومعلوماتي فيه. كتب مثلا أشعار مثل شحرور الوادي وهالكبار يعني كله الجيل الأول موجودين محفوظين. شحرور الوادي وقعوا ابنه نبيل عمل سنتين وقعوا باليونسكو كان بما أنه يعني ذكرت هيك لمحة سريعة عن تطور الزجل من السرياني إلى اليوم، هل صحيح أنه أنت من أدخلت الموسيقى إلى الحفلات الزجلية الدف والدربكة والعود والكورال؟ أنا أدخلت أكثر من هيك، أول شيء كان في نوع اسمه الشروقي كان منقرض من لبنان كان غنوا على الربابي بالبقاع وهيك كنت مرة سمعته دخلت هالنوع بالأول لأنه في حزن وفي حنان هيك كثير، دخلته على المآتم ورجعت دخلته على المنابر وهلا بتلاقي إنه أغلب مطربيننا بلبنان وكذا كلهم بغنوا الشروقي بالمهرجانات يعني رجع العمل نضج ووسع ملوى كل الكون هون وبرا صار عندهم وسواس بالشرقيات موسى صغيب لأنه بيشتغلوا على طريقة. ثانيا أنا بالأول دخلت الكلارينات كنا أيام خليل بالماضي دف ودربكي وبس، دخلت العود والكلارينات، الكلارينات طلعت ما ظبطت معنا، رجعت دخلت الأورج ودخلت الكورال بنات وشباب ودخلت الألوان التراثية لأنه ما فيك بحفلة الزجل يعني بدلك تغني فلسفي او وجدانيات او بدلك تتقاتل عند شريكك، في ناس بيتعبوا من هالنوع هيدا، في نسوان ما بيحبوا هالشيء هيدا مثلا طول الوقت. كان الغزل قصير عندنا شلت له الحصه انا بالغزل كثير مهمه ودخلت الالوان الشعبيه مثل الله الله يا جمله مثل رمانك يا حبيبي مثل الدلعونه مثل الاشياء دخلتها على الايقاعات والاوزان والاغاني بس دخلتها باشياء جديده يعني انت بتسمع الدلعونه بس بتسمع اشياء كلها جديده حوارات بعد ما بتسمع الحوار بالزجل بتسمع الحوار بالدلعونه بس على ايقاعات حلوه. نعم دائما بالزجل في فكره يعني الحفلات يعني او اسطوره الحفلات الارتجاليه قد ايه بتكون ارتجاليه هالحفلات؟ انا اقر بانه شو ما حضرت لحفلتك شو ما عملت من قيمه الجمهور اللي جاي يحضرك لانه مثل ما قلت لك 19 حفله بقاب انا اذا بدي ارتجل بال 19 حفله ما ممكن يعني هيك ملاك الوحي يعطيني اني اقدر اقوم بواجبات الناس كلها، لهالسبب بنحضر قسم كبير واذا ما كان ثلاث ارباع محضر بالحفله بيكون افضل. نعم بضل عندنا اشياء مجبرين نرتجلها بالحفلات. هلا نيجي باعتبار انه شعراء جديد وعم طلعهم ما فيك تتكل باي حفله انه رفيقك يكون على قد الحمل بالارتجال بكل مناسبه او انت او غيره، لهالسبب نعمل من 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 بنحضر اشياء تكون تليق بالناس اللي بدهم يتعبوا ويدفعوا مصاري ويجوا يسهروا كل الليل. وفي هيدي الحماس اللي بتعمل الجو يعني بالنتيجه. صارت معي مرتين. نعم خبرنا. خبرك اني على السريع. نعم. عندي حفله مره ب مرحول عن الضيعه بجزين بعد الحرب. اجى واحد بده يطلع يحكي قصيده، انا ما بطلع حدا على منبري، ما بعرفه خصوصي بهالايام حروب و قالوا لي معلش هذا بيقول بده يطلع يرحب فيكم، طلع قال لي اذا بعدك مثل ما كنت على ايام خليل روكز وانت شاعر مهم، تعمل قصيده الافتتاح او الرباعيه على قافيه العنيدي والثاني على قافيه المناره والثالثه على قافيه كذا، زقفت لك الناس كلها وكذا وانا بدي بلش بالافتتاح وانا عامل افتتاح. كيف؟ قلت لك حبيبي اولا مش انت ما حدا بيقدر يفوت على موسى صغير كيف بده يفتتح، هي اولا. انا بفتح مثل ما انا بدي، اذا عجبك عجبك ما عجبك نحكي غير موضوع. ثانيا اوعى بعد تعملها الشغلة هيدي مع شاعر غير موسى صغير بصير في مشكله بصير في معركه. بس تشرف انا هلا رح اقول اللي طلبته مني بس مش كرمالك انت كرمال الناس، بس انت ما تعملها هي الشغله معي.
وكنت اعمل قصيده على زيت القوافي اللي كتبت اعمل لي اياه هون، وبعدها مسجل الحفله بقى. يعني شو بدي لك بالنسبه للارتجال؟ يعني كل اللي غنيناه بعدين ما عاد انبسطوا فيه الناس على اساس انه ارتجال بحط دم بالناس. جراد الجاي يأذينا غطى رمل شواطينا، مش ناقصنا بعد جراد، جراد العنا ضيوف فينا. تعنتر تعب الكرش وتتمخطر، شو رح تاكل يا معتر قبلك فضخ وابينا؟ مش ناقصنا بعد جراد، جراد العنا بيكفينا. جرادوا قالوا لرفاقوا عشوية مي اشتاقوا، دقوا عنا شو لاقوا عم تشرب ذو ملكينا. مش ناقصنا بعد جراد، جراد العنا بيكفينا. حالتهم عم بتلوي وتيطيروا ما في قوي، بيلزم لن مصل مقوي مستشفى الكارانتينا. جراد الاخضر خوف من جراد الاخضر اللي مش عم يرضى يغفينا. جراد الاحمر بده يفل والاخضر عنا بيحل، بس البلدي رح بيضل معرم فوق كراسينا. مش ناقصنا بعد جراد، جراد العنا بيكفينا. دوني يا شاعر فروش قاعد على كرسي ومطعوش، منك يا جراد الغنوش الجو الله يعينا. مش ناقصنا بعد جراد، جراد العنا بيكفينا. حكيك رح اتصبر تصيح الله واكبر، جاي غنود المنبر لاعبكم بتشبينا. مش ناقصنا بعد جراد، جراد العنا بيكفينا. جراد الاحمر ما بيزوق مهما تقلو تهدى وروق، بدنا ما يوصل عالذوق موسى يهرب عالمينا. مش ناقصنا بعد جراد، جراد العنا بيكفينا. يا جراد المنك موزون وين ما بدك روح وكون، ليلي بهالعيد الميمون جيزس قادر يحمينا. مش ناقصنا بعد جراد، جراد العنا بيكفينا. هلا 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 يا جملو يا عشيرة زماني، بصتوا معنا وتسلوا مستقبلنا اللبناني. معنا وتسلوا مستقبلنا اللبناني. بالمستقبل جينا نشوف الكلمة اللي عم بتضوي حروف، والشاش اللي عم بتطوف بين عيون الدبلاني. هالشاش اللي حبيتوها جدي وجدك عشقوها، بي وبيك حضروها وبتقدم احلى غناني. معنا وتسلوا
تنحيف حضر لك حفل من الارشيف تنسى هموم الكتراني الشم وصلها يا شريك لما بتعرض هدد ليك هد بيوت العمراني الغنى والسلوم مستقبلنا اللبناني لو جبنا لجنة تحكيم وزعفن صار يعمل تقييم خلي لك ابو سليم نشكر التلفزيون وموسى الكسرواني